دكتور، يعني آخر شهادة أنا سمعتها أن الإخوان وسطوا دكتور حسام بدراوي للتواصل مع الأستاذ جمال على اعتبار أنهم يدعموا مقابل مساحة الحرية اللي هم عايزينها. الكلام ده في 2004، وأنا نشرت في مجلة المصور ما يسمى بالصفقة، ماشي، وكان متورط فيها أو مش متورط فيها، كان الوسيط فيها ثلاثة من رجال الأعمال اللي هم بيسموها تويز، اللي هم لهم قناتين، قناة هنا وقناة هنا، ومعروفين ويومها ومعروفين بالاسم، وثبت بعد ثورة 30 يونيو انهم اخوان وسجنوا على انهم اخوان كمان، يعني الثلاثة دولت، وكان الاتصال بين وزرائهم ورجال الاعمال في الحزب الوطني، فكان الشكل العام ان رجال الاعمال بيقعدوا مع بعض، لكن الخلاصة يمكن هذا مقابل هذا. تفضل. شوف حضرتك، يعني موضوع الوراثة والتوريث موضوع يكثر الكلام فيه. أنا هقول شهادتي. يعني أنا أذكر في عام واحد أو اتنين تقريبا كده، يعني 2001 2002 في حديث، كنت وقتها وزير الشباب، وفي حديث مع الرئيس مبارك، حديث تليفوني مع الرئيس مبارك. فقال يا دكتور علي، أنت راجل فاهم، اللي يحصل في سوريا ما يحصلش في مصر. اللي يحصل في سوريا ما يحصلش في مصر. أذكر أيضا في هذه الفترة في لقاء بين الرئيس وطلبة الكلية الحربية أو ضباط في الكلية الحربية، إنه برضه قال يعني في كلام عن كذا كذا، وأنا ابن القوات المسلحة، وأنا ابن القوات المسلحة. أنا شخصيا لم أحضر أي اجتماع، لم يصل إلى سمعي حدوث أي اجتماع نقش فيه موضوع التوريث. اللي أقدر ألاحظه كباحث إن على 9/10/2010 لم يكن الرئيس مبارك ينكر هذا الموضوع بنفس القوة التي كان ينكرها في عام 2001 2002 2003. يعني حتى في مقابلة صحفية شهيرة له مع صحفي اسمه روز، والرجل سأله من سوف يخلفك، قال ما معنى بعد كلام، قال له الله أعلم، أنا لا أعرف من سوف يخلفني بعد كده. ده كان في مؤتمر صحفي في إيطاليا، كان سؤال علني. لا كله علني طبعا، يعني حتى تركها مفتوحة، ترك الأقواس مفتوحة، فبدا الأمر غريب شوية لأن في دستور بينظم ده. مظبوط كده. وبرضه كان في سؤال تاني، يعني هو إيه طموح نجلك أو شيء من هذا القبيل، فقال اسألوه. يعني كان بقى في نوع من الالتباس، وأنا أعتقد أن النظام أخطأ خطأً بالغاً في عدم حسم هذا الموضوع مبكراً بغض النظر عن الحقيقة. وأنت كده بتدفعني أن أتكلم على موضوع حصل في أكتوبر 2010. عايزين نتذكر حاجة، وأنا بقول كده بكل الأريحية والصراحة، قبل 11 وبعد 11 رئيس الجمهورية في مصر هو محور نظام الحكم، سلو بلدنا، يعني هو العمود الفقري للنظام الحكم في مصر، هو الترس الرئيسي اللي لما يتحرك تتحرك كل الدروس الأخرى، المحرك القاطرة. القاطرة إذا اهتزت القاطرة، أو إذا بدأ إن في خلل ما في القاطرة، تهتز الدولة والمجتمع. طيب متى اهتز النظام؟ أنا هقول لحضرتك أهو، أنا هقول لك واقعة معاك. يعني أنت لما ترجع أنت لفترة أغسطس سبتمبر
النصف الأول من أكتوبر الطريق إلى الرئاسة، هل سوف يعيد الرئيس حسني مبارك ترشيح نفسه أم لا؟ من هم المرشحون الآخرون؟ من سوف يرشح نفسه؟ وكانت الإجابات الرسمية يقال والله هذا حق الرئيس، إذا أراد أن يعيد ترشيح نفسه فليفعل، إذا قرر لا فنحن لا نستطيع أن نتدخل في إرادة أو رغبة الرئيس. هذه كانت التصريحات الرسمية في هذا الوقت.